كذا وناس مش محتاجه مش عارفه توفرها في غسيل الدم او الكلام دوت يعني. في بعض الدكاتره كمان مع المريض لما كان يتعب كنت اروح له مثلا لو بالليل وكده يقول لك انا ما اعرفش او انا مش متخصص او السنه لما اتصل بدكتور اللي هو متابع الحاله فده برضه كان بيعود بالاثر السلبي على المريض طبعا لحد ما توفى يعني. بس فبعد ما توفى المريض انا طبعا حزنت حزن جامد شديد واثر عليا وعلى اهلي في البيت وكده. وبعدين فكرت عايز اعمل اي حاجه اساعد بها اي مريض في اي مكان خصوصا على المرض دوت يعني. يعني قدرت اتوصل لفكره ما اعرفش اذا كانت حلوه او مش حلوه او كده، بس يعني اللي جت في دماغي انا عملته استشرت فيها دكاتره، عملت صفحه على الفيسبوك باسم المرض دوت، وبدات اتواصل مع ناس بره ودكاتره في مصر او بره وكده، بحاول اجيب اي ابحاث اي معلومات عن المرض دوت وانشرها يعني. كمان احاول اشوف الناس اللي عندها فصائل دم وممكن تتبرع وكده للمرضى، بيسجلوا اسمهم عندي وارقام تليفوناتهم. والحمد لله يعني قدرت اجيب معلومات حلوه عن المرض دوت وطرق وقايه يعني مش كانتش موجوده في مصر. وفي دكاتره كتير هنا ساعدوني يعني في الموضوع دوت وشجعوني على فكره يعني انا اكمل فيها وكده. قصه فاكرينها كلنا، فهنجاوب دلوقتي على مجموعه من الاسئله اتعرضت علينا للقصه. اول سؤال كان عندنا، ما هي الاطراف التي اشتملت عليها الحكايه؟ الاطراف طبعا ايه؟ المرض والمريض والطبيب والصديق اللي كان او اللي كان ملازم مع المريض. ما حجم التأثير على الأفراد؟ طبعا بوفاة المريض أكيد التأثير كان سيء جدا أو سلبي جدا. كيف حدث هذا التأثير؟ طبعا نتيجة عجز الأطباء عن الوصول للعلاج للمرض النادر. ما هي الفوائد التي تعود على التطوع المؤسسة والمجتمع؟ طبعا فوائد كثيرة جدا، نشر الوعي الصحي بعد نتيجة العمل المتطوع اللي هو مثلا عمل صفحه على الفيسبوك او كده وبدا يجمع معلومات عن المرض وبدا يتواصل مع ناس وبدا يوفر لهم مثلا ناس اللي هي عايزه فصيله دم معينه نادره او كده بدا يوفر لهم الكلام ده. فعن طريق كده هيبدا نشر الوعي الصحي وكمان هنعرف طرق الوقايه من المرض وكمان بالاضافه لكده تنميه روح الحب والتعاون ما بين الـ يعني هي اتصال وتواصل ما بين المجموعات او الافراد اللي هيشاركوا في حاجه زي كده. كلمة لكل المجموعة، أرجوكم ابعدوا عن